أهلا بكم في عدد خاص من برنامج الحوار الشامل، حيث نستضيف رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ليجيب على أسئلتكم عن حالة الاتحاد ومواضيع أخرى. تحدث عن حالة الاتحاد، لذلك ستطرح الأسئلة على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مارك دافيز رئيس تحرير قسم الإنترنت سيختار بعضا منها. سأتابع ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت وأرسلها إلى سيد باروزي. سأخذ بعين الاعتبار بعض الأسئلة التي ستطرح، وعندما ينتهي هذا النقاش بعد 20 دقيقة سنواصل مع الجوجل هونك أوت ومع الرئيس باروزو وضيوفنا الذين يرغبون في طرح أسئلتهم. الجميع بإمكانه طرح الأسئلة عن طريق استعمال الهاشتاج وسيكون ذلك جيدا. لنبدأ أولا بسؤال عن سوريا، إنه موضوع يشغل بال الكثيرين. هل هناك حذر فيما يتعلق بالاقتراحات الروسية الجديدة حول وضع الأسلحة الكيميائية تحت رقابة دولية؟ سنحاول طبعا، ولدينا أسباب لنكون حذرين، لأن مؤخرا النظام السوري نفى استعماله لهذه الأسلحة الكيميائية، لكنه وافق على مراقبة هذه الأسلحة الكيميائية والتخلي عنها. نحن حذرين، ولكننا سنحاول الاتجاه بهذا الحل. الاتحاد الأوروبي قال دائما سنحاول اتباع طريق سياسي. لا أريد أن أعطي جواب افتراضي على سؤال افتراضي. رأي الاتحاد الأوروبي ورأي المفوضية الأوروبية معروف لحد الآن، وأظن أن المجتمع الدولي عليه أن يتحرك تجاه هذه الجرائم، هذه الأمور، هذه ردود الأفعال يجب أن تكون مرتبطة بهيئة الأمم المتحدة، يجب أن تأخذ الأمم المتحدة كل هذا بعين الاعتبار، ونحاول ونواصل جهودنا في هذا المجال، وخاصة في ما يتعلق بالأمور الإنسانية. الاتحاد الأوروبي تقوم بتقديم المساعدات إلى الشعب السوري. تسلمنا سؤالا من الدنمارك، هل هناك تعهد من الاتحاد الأوروبي بإرساء سوريا الديمقراطية جديدة؟ ماذا ستفعلون إن بقي بشار الأسد في السلطة؟ هل ستتعاونون معه؟ الوضع في سوريا معقد، وأظن أن الأمر يتعلق بحرب أهلية. حرب أهلية بدأت مع قمع النظام السوري للشعب، وبالتالي فالوضع صعب جدا لمنح رؤية واضحة. نحن مستعدون للعمل مع الشعب السوري لكي نحصل على أرضية مشتركة في هذا المجال. مثلا فيما يخص باللاجئين، ذهبت إلى مخيم للاجئين في الأردن، كانت هناك بعض الشابات التي تدرسن في المخيمات. الأمر يتعلق بمأساة إنسانية في هذه المخيمات. لقد جاءوا من قرية تم قصفها نهائيا من طرف النظام السوري. نحن نحاول دراسة الوضع ومساعدة سوريا للتخلص والسوريين من للتخلص طبعا من هذه المأساة الإنسانية، وسنحاول دراسة جميع الحلول. سنتناول الآن مواضيع أخرى تتعلق بأوروبا. مشكلة البطالة إنه موضوع يشغل بال الكثير. سؤال من جيمس من بريطانيا.
الإجراءات الرمية إلى الحد من البطالة لن تنجح لغاية الآن. ما هي الجهود التي ستقومون بها على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة للحد من البطالة في اليونان وإسبانيا وغيرها؟ شكرا. هناك انخفاض طفيف لكن ليس كافيا لخفض معدل البطالة الإجمالي الذي بلغ 12.1%. ما هي الإجراءات؟ الأمور تتعلق بالوضع الاقتصادي لبعض الدول الأعضاء التي لم تتحسن كما ذكرت. الوضع الاجتماعي غير مقبول، وعلى المستوى الاقتصادي والسياسي من الصعب جدا أن نقوم بهذه الأشياء. على المستوى الأوروبي سنقوم بكل ما بوسعنا، ولا ننسى أن البطالة تبقى من على سلم أولويات السياسات الوطنية. إننا بحاجة ونحن في وضع لكي نقاوم وننظر ونكافح ضد البطالة. اقترحنا مشروع للشباب الأوروبي غلافه المالي 8 مليارات يورو. سنضع نظام وبرنامج معين وسنحاول إدماج هذه القيمة المالية في هذا البرنامج. سنعمل على تعليم الكفاءات وسنرى هل هذه الكفاءات تتوافق مع سوق العمل. سنضع نظام عام من أجل الوظائف الرقمية والوظائف. لنكون صريحين اليوم وفي الوقت الحالي يجب أن نكون واقعيين. الأمور تتعلق أيضا بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومات الوطنية التي تحاول وضع مناخ لكي يتمكن الشباب من الاستفادة منه. استخدمتم كلمة الواقع ولكن أنتم غير واقعيين، لأن 8 ملايين يورو هل ستنقذ 8 مليارات يورو هل ستنقذ الشباب؟ هناك أيضا ثروات في الصندوق الاجتماعي وهذا يتعلق بالدول الأعضاء. هل الدول الأعضاء موافقة على ذلك؟ ثانيا، هل هذه الحكومات الوطنية ستضع هذه الأموال في متناول الاتحاد الأوروبي؟ البرلمان طلب أكثر. إذن مبلغ 8 مليارات يورو غير كافية. لنبدأ مع هذا الأمر الذي يؤرقني في هذه الوضع. نود أن نتبع سياسة معينة، ولكن الباقي الأعضاء يتحدثون عن المضاربات والأمر يتعلق بالأموال التي سنستثمرها ابتداء من يناير 2014، وأنا أدعو الحكومات أن تتبنى القواعد التي تسمح لنا بوضع هذا البرنامج على الميدان ابتداء من السنة المقبلة. لحد الآن قمنا بتكوين فرق تنتمي إلى الدول الثمانية وسنستثمر الأموال التي تأتي من البنوك البنيوية وهناك نتائج. التحديات كبيرة. سأتوقف هنا، يبدو أن مارك لديه معلومة. هناك الكثير من الرسائل حول التقشف والاقتصاد وخاصة الشباب. بعض الشباب يقول الأزمة الاقتصادية كانت قوية، وما هو ردكم على لهؤلاء الشباب وماذا تضع المفوضية الأوروبية؟ أنا متفائل جدا، والأرقام التي نراها الآن تؤكد إيجابية الأمور، والانتعاش الاقتصادي بدأ يتحقق. الأرقام ضعيفة نوعا ما لكنه بدأ يتحقق. هناك ثقة المستثمرين، البورصة، المستهلكين، وكذلك المؤشرات تؤكد أن هناك أخبار جيدة ستكون هناك في المستقبل. على مستوى البطالة هناك بعض الانخفاض أو الاستقرار. الرؤية
متأرجحة نوعا ما، لكن الدول والحكومات بصدد وضع بعض الإصلاحات ضد لمكافحة البطالة. هناك مثال حقيقي، كان لدينا شباب كثير عاطل عن العمل، ولكن المؤسسات كانت تطلب كفاءات في المجالات التقنية، وهناك بعض التأرجح فيما يخص الوظائف المقترحة والكفاءات الموجودة. تحدثتم عن النمو، لكن النسبة منخفضة جدا في الوقت الحالي. الكثير من الاقتصاديين يقولون أن هذا ليس كافيا للخروج من الأزمة. البعض يقول بأن المسألة تحتاج إلى وقت أكثر. نتحدث عن 0.3 في الثلاثي الأول. مثلا بالنسبة لبلادي في البرتغال، هناك نمو 1.3 في الثلاثي الأول بعدما كان هناك ركود، لكن إن كمش الاقتصاد، اليونان في الطريق الصحيح، وإنهم في انتظار الصادرات. اليونانيون قاموا بتضحيات كبيرة، وأظن أن اليونان ستحصل على أرقام إيجابية. لنتذكر شيء، لماذا نحن في هذه الوضعية؟ هذه الوضعية بسبب الأزمة المالية، وفي نفس الوقت هي نتيجة أن الحكومات الوطنية أنفقت كثيرا، بما في ذلك اليونان، وكانت هناك بعض السلوكات اللامسؤولة من طرف الأنظمة المالية. أنا أعترف أن هذا الأمر سيأخذ الكثير من الوقت، لن نحصل على نتائج في الوقت الحالي، ولكن لن نسمح أن تنهار أوروبا. سؤال: لقد تم الاعتراف بارتكاب أخطاء، ما هي هذه الأخطاء التي ارتكبت؟ أعتقد أننا أنقذنا اليونان. لا، لم نرتكب أخطاء. نحن كنا بحاجة إلى إصلاح النظام المالي، ووضعنا منذ البداية سياسة. هناك إصلاحات بنيوية كانت ضرورية، مثل الخصخصة. لذلك أقول لك أن جوابي لا. سياسة الاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو كانت عبارة عن التحقيق المالي. هناك بعض الدول كانت بحاجة لتنظيم أمورها المالية، ووضعنا إصلاحات بنيوية. اليونان قامت بالكثير من الإصلاحات، والشعب اليوناني قبل بالكثير من التضحيات، وهذه الإصلاحات البنيوية أخذت وقتا طويلا لكي تنطلق، لكن كل شيء في الطريق الصحيح لكي تجد اليونان التنمية. إيرلندا أيضا ستجد الطريق للنمو. إسبانيا أيضا مع نظامها المالي. هذه الدول بالنسبة لي. سؤال آخر طرح من قبل مخرج الفيلم الذي حاز على 5 جوائز. كان لدي سؤال، هو لأنكم مثلي تعرفون جيدا أن نظام تمويل السينما الفرنسية جيد ويسمح لنا بالحصول على اقتصاد سليم نظرا لجودة هذا النظام. لماذا تمارسون سياسة تدميره بدلا من تصديره لدول أخرى في أوروبا لخلق الوظائف والفوائد الاجتماعية والقصص، ولماذا لا الفرح أيضا؟ هناك موضوع إنه يتحدث عن الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سؤال ميشيل يوضح عدم الثقة بين المواطنين والحكومات فيما يتعلق بالمفوضية بالنسبة إلى المثقفين والمخرجين على مستوى الاتحاد الأوروبي. هناك نقص من الثقة.
نتحدث عن التنوع وسأجيب بالفرنسية. هذا الفيلم لاقى دعما كبيرا من طرف الاتحاد الأوروبي ومن طرف المفوضية الأوروبية. لدينا برنامج لدعم التنوع الثقافي، إنه لا يعتقد ذلك، ولكن سؤاله كان متعلقا بأسئلة أخرى، والأمر يتعلق بعدم الفهم وهي أمور غير بريئة. هل لم تفهم جيدا؟ أعتقد أنه لم يتم فهمي في هذه القضية. نعم، ما قلته حسب بعض كلماتي تم تحريفها. لم أقل من قبل أن هذا الأمر، أنا دعمت النظام الفرنسي وبعض الأمور المتعلقة بالعولمة، هي لأن العولمة تقترح أمورا جيدة في بعض المجالات. أريد أن أؤكد أن لا يوجد أحد يدعم التنوع الثقافي مثل المفوضية الأوروبية. الآن يوجد سؤال بالنسبة إلى الحذر. هناك إحصائية تقول بوجود عدم ثقة في دول الاتحاد الأوروبي. رأيت البارومتر بالنسبة للحقيقة أن هناك الكثير من الحذر على مستوى الحكومات، أكثر منه على مستوى المؤسسات الأوروبية. نحن في مرحلة أزمة في أوروبا، وبالتالي فأي مواطن هو متشائم. إنهم ينظرون إلى الأحزاب الوطنية وإلى قاداتهم وإلى قادات أوروبا بنوع من الحذر، ولكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي هو مسؤولا. هذا يعني أن هناك أزمة لا سابق لها أثارت بعض المشاكل، ونحن بصدد معالجة هذه المشكلة. نحن هنا بصدد شرح ماذا نقوم، بماذا سنقوم، وما هي الأشياء التي لا نستطيع القيام بها، وهذا على مستوى المواطنين والأوروبيين. إنكم تشعرون بالمسؤولية؟ نعم، نحن جميعا مسؤولون، وأنا مستعد لتحمل هذه المسؤولية. موضوع آخر وهو موضوع يتكرر، وكان كثير التردد في هذه الأيام، إنه السؤال حول التشكيك في الاتحاد الأوروبي. سؤال من صوفي: كيف يمكن للاتحاد الأوروبي التعامل مع كل هذه الأطراف من المشككين؟ أعتقد أنه على الأطراف الأخرى أن تلعب هذا الدور، الأطراف التي تدعم فكرة أوروبا، ويجب أن نسمع أصوات هذه الأطراف والأدلة التي يقدمونها لكي تتمكن أوروبا من حل جميع المشاكل. جميع القوى السياسية من وسط اليمين ووسط اليسار الموجودة في أوروبا سيحصلون على أغلبية كبيرة. ممكن جدا أن يكسبوا بعض الهامش خلال الانتخابات، لكن الاتحاد الأوروبي سيكون في الوجهة الجيدة. الوقت بدأ يدركنا، والآن يوجد سؤال من فيكتور من أوكرانيا. أتعتقد أنكم رئيس مفوضية ناجح، وهل سترشحون لولاية ثالثة؟ لم أفكر في ذاتي، بقيت لي سنة أو ممكن أكثر من سنة، إنها مدة طويلة. أظن أن عهدتين من 5 سنوات كثيرة. الأمور كانت صعبة لحد الآن، لا أريد أن أتحدث عن نفسي. الآن يجب أن نعمل، ويجب أن نفكر في ماذا سنقوم لأوروبا، ولا أفكر في مستقبلي. هناك بعض الثواني، لو نظر إليك الأوروبيون
برأيك ما هو الإنجاز الملموس؟ بإمكاني أن أتحدث عن الكثير من الأشياء، مثلا على البيئة لحماية بيئتنا، إنها سياسة جريئة. بعض الأشخاص بدأوا يتحدثون عن التغير المناخ. سنعمل على الكثير من الأشياء لكي يتمكن الكل من السفر بأسعار منخفضة، وفي هذه الأمور لقد كنا في وضع سلبي. الآن نأتي إلى نهاية الفصل الأول من هذه المحادثة، لكننا سنواصل المناقشة على الإنترنت على موقع جوجل وهانك أوت. بإمكانكم الاستمرار بطرح أسئلتكم. هناك الكثير من الأوروبيين الذين يودون طرح أسئلة لرئيس المفوضية الأوروبية. نلتقيكم قريباً.